القدس ابراهيم المتحدث الرسمي باسم الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه. اهلا بقدسك يا ابونا معانا. اهلا بيك يا سيما. طبعا احنا شايفين النهارده زياره تاريخيه واستثنائيه، وخلينا نديها عنوان زياره المحبه والاخوه. لو تنقل لينا كده يا قدس ابونا الاصداء حول هذه الزياره، واهم مكان يعني بنستمع اليه النهارده من رسائل قويه سواء من البابا تودروس او من البابا فرانسيس. هي الحقيقة الرؤية وضحت تماما، وأرجو أن كل ولاد الكنيسة ينتبهوا إليها بوضوح، أنه قداسة البابا ذهب إلى الفاتيكان ليقدم نموذج مسيحي خالص من المحبة الصادقة. الرسالة النهاردة رسالة قداسة البابا تودروس وأيضا رسالة قداسة البابا فرانسيس يعني منسوجة بخيوط المحبة. صحيح. أيضا قداسة البابا تودروس لم يغفل كعادته أنه يقدم مصر والكنيسة القبطية، وده يمكن بيلخص كلمة قداسة البابا النهاردة. تحدث عن المحبة، تحدث عن مصر، عن الكنيسة القبطية وتاريخ الكنيسة القبطية وأيديها البيضاء على العالم المسيحي كله. يمكن احنا كمان في رسائل اليوم اللي كانت في الكلمات كان يعني كلمات للبابا فرانسيس اكد فيه على ان من اهم ما سينتج عن هذه الزياره هو اللقاءات الشخصيه ما بين البابا تودروس والبابا فرانسيس. اهميه مثل هذه اللقاءات ايه يا وتسابونا؟ هو اهميه هذا اللقاء الثنائي انه بين قامتين يقودا كنيستين لهما ثقل واضح بين الكنائس المسيحية. أيضا القلب المنفتح والمملوء بالمحبة والتطلع إلى كل القيم الإنسانية العظمى، دي القواسم المشتركة بين قداسة البابا تودروس وقداسة البابا فرانسيس. وعلى هذا ظني أنه الحوار بينهم هيكون بيدور حول هذه المعاني، ولا سيما أن هناك مناطق عديدة في العالم تحتاج إلى رسالة سلام والتأكيد على أهمية وضرورة السلام للحفاظ على أرواح الناس والحفاظ على الإنسان بشكل عام. من اللقطات اللي كانت لافتة جدا النهاردة والكل تداولها يمكن على مواقع التواصل الاجتماعي هي لقطة تقبيل البابا فرانسيس للصليب اللي كان بيرتديه البابا تودروس الثاني. حضرتك وقدسك يا ابونا توصف لنا المشهد ده ازاي؟ يعني هو الحقيقة ليست هذه اللقطة فقط، وهي لقطة بتحمل معنى رائع من المحبة والود الخالص والقبول وكل المعاني السامية، لكن أيضا المشاهد كلها تقريبا من أول حفاوة الاستقبال إلى كل الخطوات. يعني يمكن قداسة البابا انتهى منذ قليل من زيارة متحف الفاتيكان. في كل خطوة خطاها قداسة البابا قوبل بمحبة. النهاردة في وجود قداسة البابا في المقابلة العامة لبابا الفاتيكان والكلمة وطلب قداسة البابا فرانسيس من قداسة البابا تودروس أنه يقف ويبارك الألوف اللي موجودة في ساحة القديس بطرس. كل دي مشاهد الحقيقة بتؤكد على فكرة المحبة، لأن المحبة التي أشرت إليها يمكن أنا وصفت وقلت أنها محبة مسيحية خالصة. وحضرتك يعني تعلمين أنه الآية بتقول نحن لا نحب بالكلام. إحنا قدام صورة من المحبة اللي هيكون ليها ثمار وآثار
طيبة جدا على عدة أسباب. بخلاف أهمية هذه الزيارة بالنسبة للعلاقات ما بين الكنيستين، إحنا يمكن من شوية كنا بنشوف لقاءات مع الشباب والشمامسة والكهنة اللي كانوا النهاردة متواجدين في ساحة الفاتيكان بيقولوا الألحان القبطية الأرثوذكسية. فعلى هذا الصعيد بقى، أهمية هذه الزيارة بالنسبة للشباب ولشعب الكنيسة القبطية؟ هو يمكن الشباب وأبناء إبرشية روما ولادنا الأقباط هناك أقرب من الجميع إلى الصورة، صحيح، لأنهم شاركوا وعايشوا التفاصيل عن قرب، وبالتالي التأثير هيكون أكبر. لكن أثق أنه الأصداء هتصل إلى الجميع وهتترسم صورة لهذه الزيارة مفرحة لقلب كل المسيحيين. النهاردة طبعا مشهد الشباب وهم بيرتلوا ألحان استقبال الأب البطريرك وألحان القيامة كان مشهد رائع ومفرح جدا جدا. وأنا يمكن شفت فيديو على مواقع السوشيال ميديا، الشباب بعد ما انتهوا من ترتيل الألحان دي أمام الجميع وهم منصرفين توقفوا في أحد الأماكن في الفاتيكان وأعادوا ترديد الألحان، وده بيكشف حالة الفرحة اللي عندهم والسعادة بهذا العمل.